السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كنرجعوا الذكريات ديال الماضي ديال البرارك اللي كانوا ورابوا بحال هاد البراكة والمعاناة ديال أم الطيبة مسكينة اللي كانت هنا. الجديد ديال عملية الهدم، عملية الهدم متوقفة، والسبب كما كيعرف الجميع داخلين فيه بمجموعة من العوامل، من بينها المدرسة اللي باقي الوليدات كيقراو واللي مقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا. عندنا العيد، العيد كما كيعرف الجميع انه عملية الهدم اللي كانت منطلقات في العيد، او بالاحرى من وراء العيد. اكيد الدفعة الثانية حتى هي ان شاء الله غتمشي وراء العيد، ونطلب الله تمشي الامور مزيان. كذلك كاين اشكال في بعض الوثائق ديال بعض الاسر اللي الوثائق ديالهم كيتقادوا، وان شاء الله انفو غيكملوا حتى هما غادي يتقضى الغرض ديالهم. بالنسبه للمساله ديال الشكايات، السلام عليكم اختي، لاباس؟ بخير، الله يحفظك، الله يسهل امرك، الله ينورك، الله يحفظك. بالنسبه لاصحاب الشكايات، ان شاء الله انفو تنطلق العمليه ديال الهدم، تنطلق العمليه ديال الهدم، غادي يشوفوا مع اصحاب الشكايات. وكما سبق المره اللي فاتت تاكدنا لكم ان اصحاب الشكايات ما قالت لهم حتى شي حاجه مؤخرا، كما روجوا بعض العيالات كيقول لك حكا قالوا لهم غتريبوا تمشيو للكرا، وهذا ما كاين والو من هذا الشيء. اللي كاين هو ان شاء الله ملي تنطلق العمليه ديال الهدم غادي يدار لهم القرعه ديالهم، وديك الساعه اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر، هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للناس اللي خرجوهم الكريدي وتقبلوا لهم الملفات ديالهم فراه بداو كيخلصوا الطريطه، الناس اللي مخلصين الكاش راه مخلصين دابا فوق 3 شهور 4 شهور الكاش، كيتسناو غير الفرصه ديال تنطلق العملية ديال الهدم. اللي غنأكد لكم اخوتي انفو تنطلق عملية الهدم عندنا تقريبا اقل من شهر غنشوف واحد التغيير كبير في دوار ولاد المنطقة الغربية وسيدي محمد الشريف ودوار اهل الحارت ودوار بن ناصر. واكيد اللي غتواكبوا معنا اخر المستجدات على القناة ديالكم اللي بدات معكم من اول نهار، وغنبقاو مستمرين معكم ان شاء الله، تنشوفوا الناس ساكنين في واحد الوسط اللي هو مزيان، ونشوفوا مدينة تمارة في ابها حلة، والله يسخر الجميع يا ربي. الى هنا متتبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.